24 ساعة أتحصل على 2 روبل فاصل 16، وفي 30 يوم أتحصل على 64 روبل فاصل 8 وهو كذلك، و 180 يوم 388 روبل. أخي يعني هذا الموقع اللي هو يعني حبيت يعني تزيد في سرعة العداد، ما عليك إلا الاستثمار حتى 5 روبل 10 روبل 20 روبل يعني لتزداد يعني العدد يعني يمشي بسرعة. أنا يعني والله في الحقيقة يعني أنا راني يعني حبيت أوصل إلى 1 روبل في الساعة، يعني حوالي 2 أو 3 أيام سأكون إن شاء الله ب1 روبل في الساعة. إخواني هنا روشارج، يعني لو حبيت يعني تستثمر في الموقع راح تضغط على هذه روشارج. هنا يقول لك الموقع أجودوي لبخي دولابيتات دو شارج 2، يعني حبيت يعني باش تولي طلعت 2 في السرعة، تولي 0.0002 يعني راح تستثمر 1 روبل، ويعني لو حبيت 3 في السرعة في ثانية تستثمر 2 روبل وهو كذلك. أخي كل ما تزداد ب1 روبل راح يضيف إلى هنا، أخي راح يضيف إلى هنا في حسابك، والعداد يعني يسرع أخي. هنا يتعامل مع محفظة الطيار المونتو ماكسيموم على 3000 روبل، يعني اللي أنا أقول بزون دو 12 روبل يعني 12 روبل يعني كما قالوا. عندك يعني للاستثمار يعني 1 روبل تنجم تستثمر 1 روبل يعني، والحد الأدنى للسحب أخي هو يعني ها هنا الحد الأدنى هو 1 روبل أخي، الحد الأدنى هو 1 روبل. أنا عندي هنا يعني 1.03 يعني راح من بعد راح نقوم بالسحب متاعها على الطيار. هنا يقول لك يعني الطيار يعني في ضرب ثانية يعني يدفع لك إلى محفظتك، يعني لا 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 ما لا في الوقت. هنا الإحالات، هنا يعمل لك الأرباح متاعك من الإحالات. وهنا أخي الموقع ما عندوش ميزة يعني تعيد يعني الاستثمار، يعني راح يدفع لك مباشرة إلى محفظة الطائر، ومن بعد أخي تدفع من الطائر أنت تستطلع إلى محفظتك، يعني ما عندوش الميزة هذه متاع تعيد الاستثمار أخي. يعني زي هذه يعني روبل 95 الذي تحصلت عليها من الإحالات يعني لا أقدر يعني باش أعيد بها الاستثمار، راح نسحبها للباير ومن بعدين يعني نستثمرها في هذا الموقع. هذا رابط إحالاتك أخي، هذا تعطيه إلى أصدقائك تحطه في فيسبوك وفي تويتر. وهنا أخي ليست يعني هنا قائمة الإحالات، هذه قائمة الحالات عندي 7، هذا يعني رقى حسابه يعني وصل إلى 5.0005، وهذا يعني هذا يعني لما سجل لم يرقى حسابه يعني لم يستثمر، هذا استثمر أخي رقى حسابه إلى 19 في ثانية يعني والعداد يسرع جيد. هذا يعني استثمر حتى 0.0005، هذا لم يستثمر أخي. الموقع لما تسجل جديد راح تكون في رقم 1 في 1 في ثانية، هذا استثمر هو في 17 وهذا استثمر هو في 15. أخي هنا الخروج راح نعمل أخي هنا راح ندخل إلى المحفظة بتاعنا. أخي دقيقة واحدة وسأعود إليكم إخواني، لقد عدت إليكم. هذه محفظتي في الطائرة أخي، أنا هنا
أخي 2.43 يعني الموقع صادق صادق أخي والله يعني موقع جميل وبسيط للعمل يا أخي لم يحتاج إلى إعلانات أو عليك يعني عليك أن تدفع 3 و4 روبل وهو يعمل أخي ولو حبيت يعني تسرع في العداد وتعمل يعني 1 روبل في الساعة ولا عليك يعني الإحالات وتدفع 10 روبل أو 20 أو 30 يعني لتسريع الأرباح نتاعك راح نشوف يعني الإستوريك نتاع هذا الموقع هاي يا أخي هاي 27 في يا أخي هذا هو السبب أخي وهذا هو الموقع أخي فونسيا هذا هو الموقع أخي الذي نعمل به هذا هو أخي 1.93 هذا هو الموقع أخي الموقع صادق ما إثبات سحب إخوان هذا الفيديو عملته غير لإثبات سحب أخي راح نعود إلى الموقع أخي راح نسحب هذه 1.037 راح نسحب هذا المبلغ أخي شوف هنا أخي عندي 2.34 2.34 يعني لماذا يعني الموقع صادق يعني 1.04 راح نضغط على أي دومون دوغوفي يعني وترسولد دومون دوغوفي انفقاجون اعتاد اخواني الموقع يقول لنا ان السحب يكون يعني مرة واحدة في اليوم في 24 ساعة السحب يكون مرة واحدة في 24 ساعة وهذا يعني عادي لم يضرنا او يعني راح نسحب يعني راح نخلي الموقع يعني براحته وراح يعني نسحب كل 24 ساعة نسحب المبلغ كل 24 ساعة نسحب المبلغ اخي هذه هو اخي السحب يعني من هذا مش السحب يعني اللي ياتيك من الاحالات تسحب عادي اخي تسحب عادي يعني كل ساعة او كل 5 دقائق هو يتكلم على هذا السحب اخي هذا الذي في العداد اخي هذا تسحب مرة واحدة في 24 ساعة اما هذا يا اخي الارباح نتاعك التي تاتيك من الاحالات بور ريتيري يعني راح تضغط هنا وراح تسحب عادي لا يطلب منك 24 ساعة او 5 ساعات او ان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح اخواني والموقع بسيط لا يحتاج شرح كبير